بعد محاولة الثوار في حركة تحرير حمص التقدم باتجاه حواجز قوات النظام على الجبهة الشمالية لمدينة الرستن، قامت قوات النظام المتمركزة في كتيبة الهندسة بقصف جبهة الأملاس بقذائف تحوي على غازات كيماوية يعتقد بأن الغاز الموجود داخلها هو غاز السارين. نعم، في صباح اليوم السبت 29/8/2015 بدأ بالتفاوض إلى توافد إلى مشفى الرستا الميداني العديد من حالات الاختناق والتشنجات العصبية مع بعض حالات ضيق النفس، حالات غالبا ناجمة عن استخدام سلاح كيماوي. تم وصول هذه الإصابات من الجبهة الشمالية لمدينة الرستان. إذن 5 شهداء وأكثر من 25 حالة اختناق بعد محاولة الثوار في حركة تحرير حمص للتقدم على حواجز قوات النظام الشمالية لمدينة الرستان، وقيام قوات النظام بقصف الثوار بقذائف تحوي غازات سامة. لأورينت نيوز، سيف الله الأحمد، ريف حمص.